البطاطا كانت كتباع بدرهم و50 ولات كتباع بدرهم و30. البصله كانت بجوج ديال الدراهم و30 باقيه بجوج ديال الدراهم و30. مطيشه كانت ب50 ريال ولات ب52 ريال. والكوكوت غنطيبو بها ودنك. لي بنان كانوا كيتباعوا ب7 دراهم باقيين كيتباعوا ب7 دراهم. والله البنان من صحابو كيتملس. الليمون كان ب3 دراهم و50 باقي ب3 دراهم و50. يعني والتفاح. التفاح كان كيتباع ب8 دراهم باقي كيتباع ب8 دراهم. ما كاينش تقريبا دابا طلع ال10 ديال الدراهم. فهمتيني ولا لا؟ لكن كلتيه تفرقع.